كيفاش الماتش؟ هات الميكرو. ايوا كيفاش الماتش؟ كيفاش ريت الماتش؟ عادي ماتش كان ما كناش نربحو. انا غير مي تصور لي يكسب اليوم خالد أساسي في مقابلة بشاية يظهر لي مقابلة ما كانت صعيبة شفناك معناتها قدمت مردود باهي لكن ما ماركيتش اليوم. اي والله صحيح دخلت أساسي مي ما قدمتش مردود باهي. بالطبيعة مانيش راضي على المردود متاعي مي راضي على المردود أصحابي الكل الحمد لله. هذا تواضع كبير منك معناتها خالد. عدينا ماتش باهي وروحنا معناه بالنيل نسموه معناه حاجه باهي تعاوننا ان شاء الله تعاوننا في سوسه وان شاء الله ننتصر في سوسه. Right, it was a good game. We all prepared ourselves so well and we trained very well towards this match. يقول شانتي انه سعيد جدا بلقائه امامنا وهو سيعاول كثيرا عليه. So. So what?